المستقبل أقدم الشيخ أحمد المازوني والقصاص باق الشيخ محمد النمس والزين البيالاري والقلايلي الشيخ حميدة تعشلف والحبيب العكرمي تعيل البرح. غلقوا بابك بير بسلاسل ورخام 40 ذراع ما الكيل اللي صنعوا زادوا مور الباب صخرة يا فهام 300 رجول فيها يدفعوا حين وصل الباب على الصدام احكم ذاك الباب بالجهد ونشعوا وصل الباب على الليل الزدام احكم ذاك الباب بالجهد ونشعو وانتق باسم الخلق الحي العلام جبدوا بالقوام حيوطة راعو افرح الرسول وضحك بالتبسام بعد الضحك بكى النبي بدموعه نبكى الرسول صلى الله عليه وسلم بكى وضحك فرح الرسول وضحك بالتبسام بعد الضحك بكى نبي بدموعه قال له أبو بكر يا خير الأنام شفتك تبسمت وبكيت تباعه قال النبي ضحكت كي شفت الإمام حين قلع الباب من الحيط وقلعه وبكيت على اليوم عنده 3 أيام ما ذاق من طعام عالي ما شبعه إلا مبكيت على إمام علي في الثيام ما كلاش وضحكت على الباب من قلعهم الحيطان وبكيت على اليوم عنده 3 أيام ما ذاق من الطعام علي ما شبعه والله لو ما كان جايع يا إسلام لو كان الباب فيه خلا خيبر وضعه ورجع عند الباب رفدوا بالنظام داروا فوق الواد قنطرة صنعوه شيخ حمد المزوني ما تتفصل فضة من السبايك حديدة وما ترجعش صدور الهامجي نعلوم وجند الطنبس قالوا ما يدير الشهدة والضفدع ما يرجع ريقها مسموم هذه في خاطرك يا سيد قابوش النار وفي خاطر شي بالله والله ميزون زهور والحاج الميلود الفيالاري والحاج محمد المماشي وفي خاطرك يا شيخ احمد قوادري شاب دو بارك وفي خاطر غاشي خميسي عيش يا شيخ الحبيب تعيش والله لو ما كان جاي عيال الاسلام لو كان الباب في خلا خيبر وضعه ورجع عند الباب رفدوا بالنظام داروا فوق الباب قنطرة صنعوا مد اكتافوا ليه دفعوا للقدام دفعوا من جيها وحكموا بذراعه فاتت 5000 بخيول التلجام هذو فوق ذراع بن طالب قطعه خاطرك الشيخ محمد النمس وغشي وارن كبار وصغار في خاطر ناس معسكر فاتت 5000 بخيول التلجام هذو فوق ذراع بن طالب قطعه 4000 رجول يمشي وبالاقدام 100 صنفة رغازة دو تبعو بعد اللي قطعوا النبيري يشبع لاما اذنهم للحرب يا من تسمعوا رب على فرجول يمشي وبالاقدام 100 حصن زاز فرغازة دو تبعو وبعد اللي قطعوا النبيري يشبع لام اذنهم للحرب يا من تسمعوا وبنطالب في الشاوي الغال الكرام بلاكم اليهود منكم يضيعوا
قالهم يهودي ما تخلوش. شوف كي رانا دايرين، الله ينصر على من المسلمين. هو بن طالب في الشاوي الغالي الكرام، بلاكم اليهود منكم ما يضيعوا. وقيس بن رواح ظالم الظلام، احلم احلف القوم قال محال تطيعوا. قالهم بلاكم تطيعوا تتموتوا ما تشهدوش. خاطرك يا طيب الطلبي، وجينا لك الرز وغاشي سيدي بالعباش من عند حبيبكم النمش. قيس بن رواح ظالم الظلام، احلف في القوم قال محال تطيعوا. وصل خالد ليه كل الدرغام، شدوا في الميدان من يدوب العوين.